لعبد الصمد ابو سنين في حراس المرمى، رباعي الدفاع من اليسار لليمين بهاء علقم احمد كشكش، بطوله الدوري. وتخيل عزيز المشاهد واللقاء الذي فاز فيها السموع في ذلك اللقاء كان لقاء التتويج. الان يحاول مؤمن يتقدم، طارق ابو غنيمه ممتاز، طارق يا سلام يا طارق ابو غنيمه، محاوله باليسار يتقدم، هذه محاوله ولكن ابعاد. ركله ركنيه اخرى عند اسماعيل العمور، كره مقوسه متابعه ما زالت خطيره عند رضوان ابو كرش، تصبح مرتده خطيره لشباب الخليل. على ابو صالح ينطلق يتقدم يلعب كره الى عايد جمهور، محاوله ما زالت خطيره نشهده في تقدم للمسانده الهجوميه. لاحظ كره، لاحظ الله لمسه الى محمود الكوري، يضطر للعوده، هذه تصويبه من قبل كشكش ولكن الكره ملعب البيتي لشباب الخليل في اسيا، هذه محاوله، الكره تمر وهنا خطا ونعمان امام عبد الصمد ابو سنين، نعمان يصوب كره لكن بعيده بعيده بعيده. 30 من يناير على ملعب دوره وتلعب الكره عند مؤمن الغبرية، لمسة عالية مؤمن الغبرية إلى العتال، أشهب يقطع الكرة ما زالت في منطقة الجزاء في منطقة الملعب، محاولة، الله يا ولد، الله يا يوسف، كرة عرضية خطيرة، ضغط كبير، لاحظ الكرة العرضية، لاحظ الرأسية من الأشهب، حاول مرقب المصاب، هذه محاولة، استلام إلى نعمان، يتقدم نعمان، يمر نعمان، راح نعمان على اليمين، يتقدم، ما زالت الكرة، كرة عرضية وركلة جزاء. هنا الإعادة الماضية أو اللاعب عيد الشيوخ، اللاعب البديل، الله، اللاعب الذي نزل منذ قليل، هل ينجح فيها أم يضيعها؟ نعمان، نعمان ويضيعها، أوه. كان سيسجل لكن عليك أن تمر أمام أولا من أمام. الله على أصحاب المهارة، والله دائما دائما أصحاب المهارة هم من يمتعون في كرة القدم. هذه إسماعيل أرسلها الكوري، متابعة أبو صالح مع اللاعب حسباخي، لاحظ الكرة وصلت نحو العمور لم يصوبها، عليك الكرة مرتدة عند مهند فنون، محاولة مهند فنون، الله 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 الله، كرة كرة، جول 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 جول، أوه. الكل ينتظر من مشجعي الشباب، كرة مقوسة نحو المرمى ولكن بعيدة، لاعب صغير تنقصه الخبرة لكن كرة طويلة عالية على الجهة اليمنى، قطعت الكرة ما زالت خطيرة سمعيا، الله على المرور، الله على العرضية، واحدة منها، هذه الآن تلعب مقوسة من مجدونس، إبعاد من عبد الصمد، تصدي، أي مباراة يطيء الصفرة لتنفيذ الركنية، مهند فنون كرة عرضية عالية، وهنا تأتي صافرة الحكم جواد عاصي التي تعلن نهاية أحداث هذه المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ما بين شباب السموع ليث فلسطين وشباب الخليل.